ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. لن تحمل حمل نفس أخرى، كما قال تعالى: وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. يعني شبه الأثيم بشخص يحمل أحمالا كبيرة على ظهره يوم القيامة. فنفس مثقلة، أي نفس حاملة أثقالا على ظهرها، ينادي الولد أباه: يا أبي احمل عني شيئا من هذه الأوزار. ينادي الابن ولده: يا بني كم أنفقت عليك، احمل عن ظهري شيئا من هذه الأوزار. تنادي الأم ولدها والولد أمه، قال تعالى: وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وهنا: ولا تزر، أي ولا تحمل، وازرة أي نفس حاملة، وزر أي حملة أخرى، أي حملة نفس أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.